من بعد موسم الرياض 2023 والانتهاء بتحقيق رقم قياسي في عدد الزوار بلغ 20 مليون زائر، بيعود موسم الرياض 2024 في 12 أكتوبر. ومثل ما تعودنا في كل موسم من مواسم الرياض بتكون متعودين طبعا على مفاجآت وفعاليات متميزة. اليوم من ساعات تحديدا انعقد المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق موسم الرياض بنسخته الخامسة، واللي تم الإعلان فيه عن مناطق الموسم وفعالياته الترفيهية بالإضافة إلى مفاجآت جديدة. وفي هذه النسخة حيكون في 14 منطقة ترفيهية، 11 بطولة عالمية و10 معارض ومهرجانات. عرضنا لكم جزء من المفاجآت في موسم الرياض المنتظر، فهو حيكون في حفلات غنائية، مسرحيات، عروض، بالإضافة لتجارب مشاريع جديدة كلها حنتعرف عليها مع زميلنا مراسل العربية من الرياض واللي كان حاضر المؤتمر نايف الثقيل. أهلا فيك معنا يا نايف، نورنا أنت هذا الأسبوع يا نايف، وكلها أشياء حماسية، يعني ختام الألعاب الإلكترونية والآن الإعلان عن موسم الرياض، يعني ما تقول لي نحن بنستضيفك في أشياء أحلى من في المرمى، يعني في أسبوع واحد أطلع طلعتين مع تفاعلكم أكيد يعني شيء مختلف في مسيرة المهنية. طبعا ممتاز بالضبط يا نايف، أيوة، وأحلى من كمان من في المرمى، أرجع أذكر بهذا الموضوع عشان توصل الرسالة البتال. فخلينا نبتدي، قل لي إيش يعني إحنا متعودين ما شاء الله إنه كل سنة يعني في شيء بيكون جديد، السنة هذه إيش الجديد الإضافي على الأشياء اللي تعودنا عليها؟ يمكن يميز موسم الرياض عادة إنه موسم متجدد، موسم دائما صح. مع كل نهاية موسم يرصد وش السلبيات أو وش الأشياء اللي ممكن إنها تتطور وتكون أفضل ويتجاوزها في الموسم اللي الموسم الجاي. يعني مثلا منطقة الرياض أو بوليفارد وورد هذه من أجمل المناطق كانت الموسم الماضي، وكانت دائما مبيعاتها تذاكرها دائما سولد أوت، خصوصا في إجازة نهاية الأسبوع، وكانت تستقطب ناس كثير من خارج السعودية، دول الخليج، وأيضا حتى من المدن السعودية. أنا يعني شاهد على الأشياء هذه وشفتها أنا بشكل متواصل، ما وقف موسم الرياض وأعاد المنطقة نفس ما هي، لا بالعكس، هو أضاف أربع دول جديدة في المنطقة وجدد المنطقة بشكل كامل. هذا بيزيد أكيد عدد الحضور ويحمسهم ويشوقهم أنهم هم يكونون موجودين في مناطق جديدة، مثلاً اللي مع الخطوط السعودية لما حيستفيدون من بدن الطائرات القديمة هتتحول إلى منطقة المطاعم، مو فقط مطاعم مثل ما نشوفها في أي مكان، لا، هي حتكون أيضاً فيها تجارب أجواء الطيران أكثر من تجربة. ميزة مناطق موسم الرياض سارة أنه أنت ما تروح لها الهدف معين، لا، أنت تروح لها تحقق أكثر من هدف، يعني ممكن هي تقضي فيها اليوم كامل، تكون فيها جوانب للترفيه والمتعة، وفيها جوانب أيضاً للمعرفة، وفيها تختم يومك في أحد المطاعم المميزة. فيها ميزة بعد أنه البرنامج اللي أعلن اليوم أنه شامل كل الفئات وكل الأدوار وكل فئات
الفئات العمرية. فموسم فعلا غزنامته مليئة بالفعاليات مقدمة بشكل محترف، وفعلا يعني أنا أعتقد أنه صار علامة صعبة في الموسم السياحي في دول الخليج والعرب، ويمكن على مستوى كبير من شرق آسيا والشرق الأوسط. لا يعني صراحة ايوه، يعني ما في شيء بيشبهه. وشفنا حتى انه في مسابقات اصلا جديدة ناويين يسووها، في مسابقة اللي هي السلابينج هذه كمان جديدة، الباور سلاب. والميزة سارة أنه ما تكون يعني اللعبة أو الفعالية مستنسخة، لا إحنا نروح لمصدر الفعالية ونصنع شيء يناسبنا ويناسب ثقافتنا وننقله للرياض. فهذه ميزة فعلا، ميزة يكون فيها الأشخاص اللي قاعدين يديرون موسم الرياض، هم ما يقبلون يعني أي دولة سارة تقدر تروح تتعاقد مع جهة أو فعالية وتنقلها للرياض تستضيفها، لكن السعودية لا، مختلفة. حتى لما تنقل الفعالية تنقلها بشكلها اللي هي تبغاه وبالتارجت اللي هي تبغى تحققه ويضيف لها. اليوم شفنا منصة وي بوك العام الماضي صح، انطلقت، السنة هذه لا كانت مختلفة سارة، يعني حيكون فيها بث مباشر حصري لجميع الفعاليات، ممتاز حتكون صراحة. أنا مصدر بث. هذه يعني أتكلم بصراحة، يعني السنة الماضية أنا في ويبوك أي والله تفرجت، يعني حفلة مثلا عبد المجيد كان استحالة تلاقي كرسي فيها وكذا مثلا، فيعني شفتها أيوة على البث المباشر، يعني كان مرة ممتاز صراحة، يعني طيب فكرة حلوة مرة هذه. اقول لك وش الجديد السنه هذه، وتنبسطين انت اكيد. إيه قولي وانت في دبي تقدرين تختارين الاغنيه اللي يبغى يغنيها عبد المجيد. كيف؟ هذه من ضمن الخدمات اللي بيقدمها ويبوك، يعني قبل اي حفله ينزلون 60 اغنيه للفنان ويعملون عليها تصويت. الاعلى تصويت حيغنيها الفنان، وفيها بعد شاتنج الفنان يشوفها وقت الحفله. طب بس انا ما اثق في ذوق الناس يا نايف، لا ما ادري، ما دحين شككتني في الموضوع، يعني حقعد لا اصوت اصوت بس اشك في ذوق الناس، ما ادري يمكن ما تعجبهم بس الاغاني اللي احبها انا. ب بس سارة، مو كل الحفلات، اوكي في بعض الحفلات حتتم بالطريقة هذه، وبعض الحفلات بالطريقة التقليدية. ايوه في شكلوا فريق كامل لمحاربة السوق السوداء هذا كنت أبغى أسألك عنه، هذا الموضوع لأنه دائما بيتكرر، يعني صراحة عندهم محاولات كبيرة وجادة في محاربة هذا الموضوع، وين وصلت هذا الحكاية؟ على حسب اليوم كلام معالي المستشار تركي آل الشيخ، انه الموسم الماضي بما انها كانت منصة جديدة كان الحزمة والشدة مع التذاكر او السوق السوداء كان بنسبة 50% عشان يكون في قبول للمنصة اكثر، لكن الان المنصة حققت ملايين وهناك ملايين من المستخدمين، الان المنصة صارت هي الواجهة، فحتكون التدقيق والحرص حيكون بنسبة 100%، وما حيكون في شيء مقبول ابدا للسوق السوداء. ايضا في اعاده طرح، يعني انت مثلا لما تشتري تذكره ويحصل لك اي ظرف ما تقدر تحضر، تقدر تعيد طرحها عن طريق المنصه وتحفظ المبلغ حقك اللي انت دفعته. في نقطه مهمه جدا ساره، يعني كلنا نتفق او كلنا احنا نشوف الجانب الترفيهي ونشوف جانب الفعاليات في الموسم، بس في جانب جميل جدا، وانا دائما في تغطياتي وحتى في حديثنا احنا شباب الرياض والشباب اللي بعمرنا، يعني انه موسم الرياض هذا موسم الفرص لاي شخص رجل اعمال او شخص عنده شركه ناشئه. اليوم في موسم الرياض 2024 2100 شركه وطنيه تساهم بشكل مباشر في الموسم، حتى هذه بالنسبه الشركه للشباب كمان، للشباب، واغلب من يقودها شباب. ولا وحتى لانه بالنسبه للشباب اللي بيدخلوا في الوظائف وفي الاعمال اللي بتوفرها او بيوفرها الموسم. بالتاكيد انت لما تقول 2100 شركه اكيد كم خلفها من صح. وظيفه وكم عائد على الاقتصاد. في نقطه مهمه ثانيه ساره، موسم الرياض موسم مختلف، هو موسم حتى مدر للدخل، يعني مثلا لما يبني منطقه او يبني منشاه، مثلا منشاه فينيو، هذه الان حسب المعلن اليوم عليها سعر كبير من الجهات تبغى تستاجرها عشان تسوي فعالياتها الخاصه.